اخواتي وحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين في احسن حال يا رب. طبعا يا رجاله بشكر كل اللي بيدعمني وبيكتب كلمه حلوه كل الناس في دماغي. لو انت جديد انزل دلوقتي اشترك في القناه وخليك معانا في القناه، ولو انت احتجت اي حاجه كلمني واكتب لي كومنت. عاوز تكلمني على التليفون بسيب رقم تليفوني في صندوق الوصف وبسيب الوصف. تمام، حلقتنا النهارده في السلاكه عن نظافه السلاكه يا رجاله. تمام، في ناس هتسال ايه الابيض اللي انت رشه في الارضيه دوت. بصوا يا رجاله، انا بعد ما بنضف برش ميه وكلور بالبخاخه الخضراء اللي في وشكم اللي انتوا شايفينها ديت. تمام، معلش الصوره وحشه عشان بصور بالتليفون، نسيت اجيب الكاميرا. تمام، برش ميه وكلور بعد ما بدعك الارضيه بسكينه المعجون وبكنس كنسه كويسه، وارش ميه وكلور وارش معطر جو. تمام، اهيئ للحمام الدنيا كويسه، اكن ده بيت يا رجاله. الغيه دي اكن بيت بالظبط. تمام، انا طبعا لسه ما اتجوزتش، ده بيت دلوقتي. تمام، اللهم صل على النبي. بعد ما بخلص بجيب شكاره جير مطفي. شكاره الجير المطفي ب 30 جنيه فيها 15 كيلو. فيها كام؟ 15 كيلو. تمام، بترش انت الارضيه كلها. تمام، وعاوز ترش الادراج رش الادراج. حلاوه رجاله، بصوا حلاوه الجير ده، الزب لما بتنزل فيها، بصوا بتنشف بتمسك. تمام، الريش لما بينزل فيها، بص الريش عامل ازاي، بيركن على جنب ما بيطيرش، بيتقل. ليه بقى؟ ممكن انت بقى تيجي شويه ريش زي دول تقوم شايلهم بايدك، هتبقى سهله معاك. تمام تمام يا رجاله. طبعا ده الحمام بتاعنا، هوري لكم الحمام بتاعنا، مش هقلب لكم بايديا معلش عشان ايه ماسك التليفون ومعيش الاستاند. دوت ذكر فحمي. تمام، كاميرا معلش مزولانه خالص ومضيعه، يعني الكاميرا بصراحه الكاميرا بتظبط لنا الدنيا، لكن التليفون مش عامل لنا اي حاجه. ده ذكر قشر بندق. تمام، ذكر على فرو قص كاستانيات، ذكر حضان. تمام، ذكر قطقاطي او اخبر، حمام كويس نش. تمام، كرك مسود، معلش الباب ده يعلق شويه، سبربري، استرادو ترتور، حلس، سكروطة، ودول قص زواجل تحتهم زغلول كرك. انا دبلته طبعا بدبلتي اهوت، دبلة باينة اهي بتاعتي. تمام، الدبلة ده رجالة فيها صورة، مش هتبان معاكم كده ولا مش هتبان معاكم. اه، رقم التليفون اهوت. تمام، انا كده ملبسها صح. تمام، ده زغلول كرك، بص الكرك بتاعه ده هيطلع اسود زي اخوه. طبعا هي حصويه طلعت رايقه وحصويه طلعت معمره. تمام يا رجاله، بصوا يا رجاله، رقم واحد في المساء الاوتوماتيك الحامل الحديد دوت، ثواني بس الكاميرا تظبط. الحامل الحديد ده ليه ميزه وليه عيبه. تمام، والحامل البلاستيك ده برضه ليه ميزه وليه عيبه، هقول لكم اول حاجه. رقم واحد، طب بصوا يا رجاله، بصوا على الفيديو دوت بتاع احمد حمدي وارجع لكم تاني. انا احمد حمدي اللي كسبت مع قناه يوميات غاوي حمام غزار. انا اللي كسبت الزغلول هنا يا جدعان، انا اللي كسبتهم. شكرا لك يا عم سيد، شكرا عشان كسبتنا معاك. في مسابقات كتير جايه ان شاء الله، يعني وربنا يكرم الجميع. شكرا. شفت الفيديو دلوقتي، يعني الشاب محترم طلع عمل لي فيديو، بشكره والله العظيم. يعني اخويا الصغير احمد حمدي اللي يحتاج اي حاجه رجاله، هو احتاج مني فيديو لعلاج الروشه، عملت له فيديو ونزلت له النهارده. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. كسب معايا الزغلولين عقب اللي هم عيلة الذكر دوت، السبربري، والنتاية العقبة اللي بره. طبعا عشان هو اصلا مش من هنا، من كفر الدوار بعيد عني، وانا مش فاضي اشحن. انا خدتهم بعتهم في السوق بالسعر كذا، وبعت له السعر على فودافون كاش. طبعا بعت لي الفيديو هو
شكرا يا احمد، واي حد رجاله محتاج اي حاجه يكلمني. تمام، نرجع للمسائي الاوتوماتيك. عيبها الحامل الحديد وعيب الحامل البلاستيك. حلاوه الحامل دوت يا رجاله في ميزه واحده، في تنظيف المسائي انت بتجيب السفنجه وبتقوم عاملها كده خلصت. بس اوسخ حاجه في لو انت مسيب حمام، لو انت مسيب حمام الحمام بيطلع هنا وبيعمل لك زبله فين؟ في الميه. تمام، ده رقم، دي العيب في الميزه. اللهم صل على النبي. الميزه بتاعته زي ما قلت لكم نظافته سهله، لكن العيب فيه ان الحمام ممكن يعمل زبله لو انت مسيب حمام. تمام، نرجع للبلاستيك. حلاوه البلاستيك لو حمام عمل زبله ما تنزلش جوه. تمام، والنظافه بتاعته عشان تنظفه بتقوم شايلها كده اهوت زي ما انا بشيلها كده اهو. تمام، وبتشيل منها الخرطوم. الخرطوم طبعا اتشال منها اهوت، بتشيل انت الخرطوم منها وبتنظفها. بس الاحسن والمفضل دي، معلش انا لو انا بتعب وانا بنظفها احسن ما تكون مثلا ايه، تبقى سهله معايا في التنظيف. يعني عشان تبقى سهله معايا في التنظيف انظف كل يوم؟ لا، انظف ده كل اسبوع، والخراطيم ديت بفكها كل بالظبط كل 20 يوم، وبحطها انا مؤاخذه في جردل ميه، جردل احمر زي دوت، وبملي له ميه وميه، واللهم صل على النبي، وكلور. بس ميه وكلور، بس اهم حاجه الخرطوم تكون انت مدخل له ميه عشان ينضف من جوه. بسيبه مثلا ايه لمده مثلا من الساعه مثلا 11 بالليل على حسب ما اطلع، لغايه مثلا ايه اجي انام مثلا لغايه الساعه 3 4 بالليل، اشيله من الميه والكلور واحطه في ميه نظيفه. اصحى الصبح اطلعه في الشمس ينشف يصفي ميته. تمام، وبعد كده اقوم عامل ايه يا رجاله، اقوم طالع بقى مركبه. تمام، بس بالله عليكم جربوا اللهم صل على النبي جير المطف ده. جير المطف ده بسم الله، بصوا وقسما بالله ما بيأذي الحمام، الحمام بياكل منه بيحدق منه ما فيهوش اي حاجه. ده زي الطب الابيض. تمام، ده بيتحط على التحديق عادي. تمام، انا بعمل ايه بعد ان شاء الله المره الجايه لما انضف الادراج؟ طبعا الادراج ما فيهاش اي حاجه، عاوز تدعك ده. يا ريت تكون الفكره عجبتكم. ونصيحه، خليك في العلب ديت، سيبك من الحديد. الحديد دي مكشوفه، الحمام بيقلش كلام من ده ريش هيقع فيها. لو حمام بيقلش من فوق الريش بتاعه ممكن ينزل تحت، وانت ممكن بتشد درج ممكن تكون زبله ولا ريشه متعلقه في الارضيه تقوم وقع في النسقه. لكن ديت اهي الباب ده بيتفتح، على فكره ده بيتفتح، بس عشان يتفتح الخرطوم ده المفروض يبقى طويل. انا غلطت ان انا قصرته. تمام، بعد ما انت تنظف الدرج بتغسله غسله نظيفه بميه وكلور وبتقلبه تسيبه ينشف. لازم ينشف ما يكونش فيه نقطه ميه، عشان لما تكب انت الجير المطفي هنا هوت ما يمسكش فيه. اللي بقى اما تكب الجير المطفي يا رجاله هتقوم انت عامل بايدك كده شايل الزبل، ولا في فش هيقعد في الدرج. الفش لما بيقعد بيقعد في الحته دي في الزاويه ديت، عمره ما بيقعد في النص. تمام يا رجاله، طبعا انا قسما بالله انا بقعد ولا في فش، بصوا الريشه مرميه اهيت ولا مخرمه ولا فيها اي حاجه خالص. تمام، باينه معاكم كده. يا ريت يا رجاله تكون الفكره عجبتكم يا رجاله. تمام، يا ريت اللي يشوف الفيديو يشترك في القناه، وحب الناس قسما بالله يعني فوق الخيال. انا اهم حاجه عندي حب الناس، لما الناس تحبك وتكتب لك كلمه حلوه وتشكر فيك، بص انت تمشي مبسوط وفرحان. نشوفك في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى بوسه في الدنيا لاحلى واجمل ناس في الدنيا ومشاهدين. سلام. يا ريت تكون الفكره عجبتكم. ونصيحه، خليك في العلب ديت، سيبك من الحديد. الحديد دي مكشوفه، الحمام بيقلش كلام من ده ريش هيقع فيها. لو حمام بيقلش من فوق الريش بتاعه ممكن ينزل تحت، وانت ممكن بتشد درج ممكن تكون زبله ولا ريشه متعلقه في الارضيه تقوم وقع في النسقه. لكن ديت اهي الباب ده بيتفتح، على فكره ده بيتفتح، بس عشان يتفتح الخرطوم ده المفروض يبقى طويل. انا غلطت ان انا قصرته. تمام، بعد ما انت تنظف الدرج بتغسله غسله نظيفه بميه وكلور وبتقلبه تسيبه ينشف. لازم ينشف ما يكونش فيه نقطه ميه، عشان لما تكب انت الجير المطفي هنا هوت ما يمسكش فيه. اللي بقى اما تكب الجير المطفي يا رجاله هتقوم انت عامل بايدك كده شايل الزبل، ولا في فش هيقعد في الدرج. الفش لما بيقعد بيقعد في الحته دي في الزاويه ديت، عمره ما بيقعد في النص.
تمام يا رجاله. طبعا انا قسما بالله انا بقعد ولا في فاش، بصوا الريشه مرميه اهيت ولا مخرمه ولا فيها اي حاجه خالص، تمام باينه معاكم كده. يا ريت يا رجاله تكون الفكره عجبتكم يا رجاله، تمام. يا ريت اللي يشوف الفيديو يشترك في القناه، وحب الناس قسما بالله يعني فوق الخيال. انا اهم حاجه عندي حب الناس، لما الناس تحبك وتكتب لك كلمه حلوه وتشكر فيك، بص انت تمشي مبسوط وفرحان. نشوفك في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى بوسه في الدنيا لاحلى واجمل ناس في الدنيا ومشاهدين. سلام.